وبارك الله فيكم. دائما ما تسعى شركة الاستكشافات النفطية للوصول إلى مصافي الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستكشافات النفطية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال الحفر الاستكشافي. صراحة خلال اليوم وأمس اطلعنا من خلال العروض التي قدمت من قبل شركة هاليبرتون على أحدث التقنيات أو التطبيقات العالمية في مجال الاستكشاف، وهذه التقنيات لو طبقت بالعراق ستتيح لنا رؤية واسعة للعمل في داخل العراق وأيضا الاطلاع على الدول الجوار، وهذه التقنيات ستساعدنا مساعدة فعالة في تقليل المخاطر في الحفر الاستكشافي والتقييمي. صراحة كوادر شركة هاليبرتون على مستوى جدا عالي من الكفاءة وقدمت رؤية لنا واضحة عن العراق وما جاوره. قمنا بورشة عمل مشتركة وكانت فاعلة جدا من خلال يعني الأسئلة والأجوبة اللي انطرحت. واحدة من التقنيات اللي حقيقة انتجناها حديثة جدا ولم تطلع عليها أي شركة استكشاف. احنا كعراقيين يعني بالشركة نعمل مع شركة هاليبرتون، قررنا أنه أول ما نعرضها على شركة الاستكشاف النفطية، وراح تكون هي أول شركة في العالم بالضبط تأخذ هذه التقنية إن شاء الله. الحقيقة شفنا التفاعل الكبير من الستاف مع شركة الـ EOC، أو إحنا كنا فرحانين جدا بهذا التفاعل. إن تقنيتي النفتكس وتقنية البير ميديا الخاصة بالحفر الاستكشافي من أحدث التقنيات، وتعتبر شركة الاستكشافات النفطية أول شركة تستخدم هذه التقنيات، وهذا يقلل بشكل كبير الأخطاء الخاصة بالحفر الاستكشافي.